الهيلاطية أو القشطلية أو المهلبية، أسماء تعددت لنوع واحد وطعم واحد. هي أحد أنواع الحلويات اللذيذة المعروفة والتي تشتهر بها حما، وخاصة في شهر رمضان المبارك. كاميرا الإخبارية السورية زارت أحد محال صناعة الهيلاطية في حما. هي القشطلية أكلة رمضانية بهالبلد، معروف عنا إني اسمها قشطلية أو هيطلية. برات المحافظات بيقولوا عنا مهلبية. وهي القشطلية يعني أكلة شعبية برمضان مشهورة، يعني كل بيت لازم ياكل قشطلية، مستحيل يعني إذا ما اليوم ثاني يوم بهالشكل. أيوة، وأكلة ظريفة كثير عند المساء وحلوة ومشهورة بهالبلد. نعم خفيفة، نعم تصنع للمهلبية من حليب طازج ممتاز، النشي، المسكة، المازهر، الفانيلا، وطبعا بدي اسوي على النار ممزوجة على المضبوط حتى تطلع نكهتها طيبة. طريقة صناعتها يعني حليب، فانيلا، نشا، مسكة، مازهر. اول شيء نحط حليب على النار، عند ما بيغلي الحليب بيكون جاهزين النشا. النشا من كتلة حسب العيار اللي إله، ايوه من كتلة، وبضل نخفق فيها حتى ينمزج النشا مع الحليب شيء ربع ساعة، 10 دقائق، 3 ساعة حسب. بعد منا بنهدي النار شوي تحت منا 10 دقائق لخال، من كتلة شوية فانيلا، شوية مازهر، شوية مسكة، كل ما حطيت لها شيء طيب مشان نكهة وأطيب حتى تستوي، بعدين تتقعد على النار. وكل ما سويتها وغلت وهي واطي النار تستوي أكثر، بدك تشرعها هيك تخفقها بإيدك. بعد ما بتستوي بنصبها بكيال ومكتة، ايوه بصحون بهالشكل واحد واحد هيك وهي سخنة، ايوه بطريقة يعني بس البردة بنحضرها. والله هي أكلة شعبية وطيبة ومشهورة فيها مدينة حماة لطيبتها ولجودتها، وللمعلم اللي عم يشتغل فيها مشهور بحماة. كل مدينة حماة مشهورة بهالأكلة الطيبة، وتتميز مدينة حماة من قديم بهالأكلة الطيبة، وهالمحل دائما وأبدا بيأبدع فيها. نتمنى لكم شهر رمضان مبارك على الجميع. حلاوة والقشطة العربية الأصيلة والبوزة وجميع أنواع الحلويات بأصنافها وأشكالها المتنوعة، تبقى الهيلاطية من الحلوى المفضلة على طاولة الإفطار، وخاصة عند الحمويين.